مردودة مش ممدودة، حكايتنا حلوة وجميلة، حكاية حلوة وصغنطوطة حكايتنا. هيلا هوب هيلا هوب. الكلمة دي كانت أكتر كلمة بيحب يسمعها بلبل القرد الصغير، ومعناها طبعا إن وقت التمرين هيبتدي وهيتمرن على اللعب بالكور ويفهم من القرد حليم كل أسرار الشغلات دي. ووقت التمرين مش بس ثانية ومد ورمي وكور وشقلبظات، لا ده الوقت اللي حليم القرد الكبير بيدلع فيه بلبل كمان. قد ايه القرد الكبير مليان حنية واهتمام باللي حواليه وبالذات بلبل. ومن محبة القرد حليم ادى البلبل العصاية المسحورة بتاعته، ودي كانت اغلى حاجة عنده، عصايته اللي بيعمل بيها العاب سحرية كتيرة، وكمان هدوم المهراجة الهندي. يا سلام، كل ده قدمه القرد حليم لبلبل. وقعد بلبل يحلم بالوقت اللي كل السيرك ده يبقى بتاعه، ويبقى أكتر لاعب مشهور أكتر كمان من القرد حليم، وتبقى كل الأنظار عليه هو وبس. والحلم ده كان بلبل مستعجل عليه جدا. يوم كان معدي سيرك الثعلب، سيرك متنقل يعني بيتنقل من حتة لحتة. وقف بلبل وصاحبه الكلب يقرأ إعلان، ده سيرك الثعلب عايز لاعب أكروبات. لكن يا ترى بلبل هيروح ويسيب كل حب ودلع القرد حليم؟ مش عارفين، لكن بلبل كان مصمم يبقى لاعب مشهور في كل حتة والناس تشوفه في كل مكان وتبقى عايزة تقف معاه وتحييه. بلبل صدق نفسه وراح واخد بعضه وراح للقرد حليم وقال له انه عايز ياخد فرصته برا في الدنيا الواسعة ويبقى نجم مشهور. القرد حليم قال له ان كل امله في الدنيا هو كمان ان هو شخصيا بلبل يبقى لاعب مشهور وكل الناس تعرفه، لكن لسه شوية اصبر، انت يا بلبل محتاج تمارين، وكمان سيرك الثعلب ما فيهوش امان، كل الادوات اللي بيستخدموها فيه قديمه، وكمان الثعلب ده شكله من بره طيب، لكن لما تشتغل معاه هتعرف انه قاسي قوي. بلبل قفل ودانه عن اي كلام قاله له القرد حليم وما فكرش غير في انه ازاي يبقى نجم مشهور. بلبل استنى لما القرد حليم خرج بره وراح واخد حاجته ومشي، وعمال يقول في نفسه يا سلام أبواب المجد والشهرة هتتفتح قدامي دلوقتي. وفعلا وصل لسيرك الثعلب، هو فاكر ان الثعلب هيرحب بيه، لكن الثعلب اعتذر له وقال له احنا ما عندنا الشغل دلوقتي، لكن ممكن لو خدت العصاية ولبست المهراجة يمكن نلاقي لك شغلانة كده على قدك. وطبعا بلبل وافق على طول. القرد حليم بقى عرف وحزن قوي على اللي حصل، وكمان الكلب راح لبلبل علشان ينصحه، لكن بلبل مسمعش كلامه. واشتغل بلبل في السيرك
واسمه بقى معروف في كل الدنيا، والناس بقت تجيله من حتت بعيدة قوي، وهو ده اللي كان نفسه فيه من زمان. صحيح هو مفتقد لحنية القرد حليم، لكن الشهرة ممكن تعوضه عن كل حاجة، تسقيف الجمهور والإمضاءات على الأوتوغرافات، كل ده وغيره وغيره وغيره. وعلى العقلة قبل ما بلبل يعمل الحركة المشهورة بتاعته، افتكر حاجة مهمة قوي. افتكر ان الحبل دايب، وانه قال للثعلب لازم يجيب حبل جديد. سأل الثعلب، الثعلب قال له ما هو شغال، نغيره ليه؟ يلا يلا بلاش دلع، الناس كلها مستنياك، اطلع بسرعة. طب سمع الاوامر وعمل بلبل الحركة ونط. وواقع، وبدل ما الناس تسقف قعدت كل الناس تصوت وتصرخ. بلبل يا حرام اتكسر دراعه واتجبس، وطبعا مش هيعرف يلعب اللعبة دي لمدة طويلة. والمسكين افتكر ان الثعلب هيستناه، لكن هيستنى مين؟ تاني يوم على طول الثعلب جاب لعيب تاني، وبلبل افتكر جايبه علشان يساعده، لكن المفاجأة ان لقى الثعلب امره انه يدي كل الادوات بتاعته للعيب الجديد علشان هياخد مكانه من النهاردة. طب وهنا؟ طب بلبل بيسأل وهو حزين قوي. رد الثعلب وقال له لا انت خلاص، لو لسه عايز تقعد في السيرك لازم تشتغل اي حاجة تانية. مسكين يا بلبل، بعد ما كنت اللاعب المشهور بقيت دلوقتي بتقشر موز وتخدم اللعيب الجديد، تمسح وتكنس وتنظف مكان كل الحيوانات التانية. قعد بلبل يفكر في ايامه لما كان مع القرد حليم، ويقول سلام كان بيرعاني بياخد باله مني، ودلوقتي انا قاعد بقشر موز، وياريت حتى باخد واحدة ليا. وهو قاعد بقى بيفكر سرح وحط القشر مكان الموز، والموز مكان القشر، هيعمل ايه دلوقتي؟ مفيش غير الهروب طبعا، لازم يهرب من عقاب الثعلب. طلع بلبل يجري يجري بأسرع سرعة لحد ما تعب، فكر يروح لصاحبه الكلب. راح له فعلا، وقعد يخبط على الباب بتاعه، لكن الكلب ما كانش موجود. طب يعمل ايه؟
يعمل ايه بس؟ يروح للقرد حليم؟ معقول بعد كل اللي عمله ده يروح له تاني؟ لا 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 لا، لكن يروح له برضو افضل. جاري بولبول ولقى نفسه واقف على الباب بتاع القرد حليم. وبيخبط بكسوف كده بشويش وهو بيقول اكيد مع القرد حليم، حتى لو قشرت موز والله يا بولبول هتبقى احسن من العيش عند بتاعنا. القرد حليم اول ما شافه خده بالحضن وكان مبسوط بيه قوي. ابتدى بولبول يعتذر عن كل اللي عمله، عن عصيانه للقرد حليم. قبل القرد حليم اعتذاره وسأله يا ترى انت جعان؟ وعرف انه جعان فجاب له اكل، وفرح حليم برجوع بولبول. ورجع بولبول السيرك تاني زي زمان، وكلمة هيلا هوب اللي كانت بتفرح قلب بولبول رجع من تاني يسمعها. هيلا هوب هيلا هوب. Thank you.